بحر البقر وسيناء. مهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري، اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. ازاي الصحة؟ كنا بنتكلم على محطة بحر البقر كأكبر محطة من نوعها على مستوى العالم، وإنها مساهم رئيسي في تنمية وري المناطق أو المساحات المزروعة اللي اتكلم عليها الرئيس، ألف حدود من 600 ل 700 ألف فدان ما بين قديم وجديد، أظن الجديد منها تقريبا حوالي 400 أو 500 ألف فدان، مش كده؟ تقريبا في صديقي تقريبا. طيب حجم هذه المحطة وحجم إسهامها في عملية التنمية في سيناء إيه يا باشمهندس؟ أكيد طبعا محطة بحر البقر وغيرها من المحطات الأصغر، ومحطة الحمام أيضا الجبري في غرب الدلتا، جميعها محطات شديدة الأهمية في مجال معالجة وإعادة استخدام المية. وعلشان بس ندرك حجم وأهمية هذه المحطات وعملية إعادة استخدام المية، يعني كفاية إحنا نتكلم على حجم الموارد المائية المتاحة في مصر وحجم الاستخدام والاستهلاك المطلوب. الموارد المتاحة في مصر لا تتجاوز 60 مليار متر مكعب، معظمها 2.5 مليار متر مكعب في قصة مصر من مياه نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة من مياه الأمطار والمياه الذاتية العميقة الصحاري. قصاد ال 60 مليار دي احنا بنتكلم على حوالي 110 او اكثر مليار متر مكعب من الاحتياجات المائيه. فرق كبير جدا بين 110 اللي هي احتياجاتنا وال 60 اللي هو الموارد المتاحه. جزء من هذا الفرق الكبير بين الموارد والاحتياجات بيتم تعويض جزء من خلال اعاده استخدام مياه الصرف الزراعي. العمليه دي بتتم بالفعل بعدة أشكال. في عملية إعادة استخدام تتم من خلال رفع المية من المصارف إلى الترع بهدف تغذية نهايات الترع، بالذات نهايات الترع المتعبة، مع ضمان بعد عملية الخلط تكون المية المسؤولة من خلط مياه الصرف الزراعي مع الترع بالجودة المناسبة للزراعة، أمر شديد الأهمية. مؤخرا في بنتكلم على محطتين كبار جدا، وواحدة تم الانتهاء منها بالفعل والاخرى جاري العمل فيهم. الهدف منهم ان احنا كمان بعد ما احنا بندور الميه ونعيد استخدامها مره واثنين وثلاثه واربعه، ان احنا كمان الميه اللي فاضله من الصرف الزراعي بيتم مره اخرى معالجتها والاستفاده بهذه الكميه من الميه. تم الحمد لله بالفعل الانتهاء من محطه بحر البقر 5.6 مليون متر مكعب في اليوم. دي اكبر محطه لمعالجه المياه على مستوى العالم، ودخلت بالفعل موقعها الجنس اكبر محطه للمعالجه في العالم. حاليا في محطه مماثله بيتم انشائها في غرب الدلتا بطاقه 7.5 مليون متر مكعب. المحطتين دول بيعتمدوا على مياه الصرف الزراعي، محطه بحر البقر بتستفيد من مياه الصرف الزراعي في شرق الدلتا، محطه الحمام بتستفيد من مياه الصرف الزراعي في غرب الدلتا، اللي محاولة تسد جزء من العجز البائي والفرق الكبير بين الموارد والاحتياجات اللي موجود في مصر. وده امر يعني شيء كبير جدا وهام جدا الدوله بتقوم بيه. يعني بنقارن ده باللي بيحصل في باقي دول العالم، بنجد ان معظم دول العالم المياه الصرف الزراعي بيرموها في البحار والمحيطات مش بيستفيدوا بيها. ولكن احنا عندنا يعني سقف مائي، عندنا فرق كبير بين مواردنا واحتياجاتنا المائيه، ما عندناش حتى رحلات ان احنا نرمي ميه الصرف الزراعي في البحر بنتخلص منها، بناخدها وبنعالجها وبيتم استخدامها مره اخرى بعد ما احنا اصلا قعدنا تدوير اكثر من مره بس للسيستم بتاع شبكه الترع والمصارف. كذا مره بنرفع ميه الصرف اللي بنرميها في الترع وبنخلصها اكثر من مره، كمان اللي في نهاية شبكة المصارف بناخده برضه وبنعالجه وبنستفيد بيه علشان نواجه جزء من الشح المائي اللي احنا بنواجهه والمحدودية الكبيرة اللي بنواجهها في موارد طيب المائي. يعني فيما سبق يا باشمهندس كانت هذه المياه بالكامل بيتم التخلص منها؟ كانت بتغذي بحيرة المنزلة، ولكن تم يعني انشاء مسار جديد والاستفادة بهذه المياه وتوجيهها لمحطة المعالجة في بحر البحر.
لا انا فاهم، انا اللي بقصده انه قبل ما نشتغل على المحطات المعالجه بهذا الشكل، سواء اذا كانت بحر البقر او اللي بنشتغل عليها في الحمام واللي هتبقى اكبر منها زي ما حضرتك اوضحت، وفي محطات تانية كمان اصغر، يعني يمكن زي محطه المحسمه اصغر شويه من محطه بحر البقر، لكن احنا زمان قبل ما نعمل كل الكلام ده كان بيتم التخلص منه في البحر. هي كميات الميه دي احنا بنعيد استخدامها اكثر من مره من خلال شبكه المصارف اللي موجوده في المئات ويمكن الالاف من المحطات اللي موجوده على امتداد شبكه المصارف في مصر، اللي بتسحب بالفعل المياه الصرف الزراعي دي وبتسلكها بالترع، ودي عمليه مستمره تقريبا في اول الصعيد لغايه الدلتا، عمليه استفاده مستمره بالمياه الصرف الزراعي، وده مجهود كبير جدا الحمد لله الدولة بتقوم بيه في هذا المجال. تمام، أنا بشكرك جدا مهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري.